اضطررنا لأنه نطلع من بلادنا من فلسطين بسبب الاضطهاد الصهيوني، بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين. أنا من منطقة اسمها قضاء صفد في فلسطين، عم نعاني من صعوبة التنقل بين المناطق، صعوبة الوصول للقدس. بيحاول قدر الإمكان يبعثر العالم، يبعد العالم عن بعضها، يسيطر على الممتلكات. حاول أول شيء إنه يشتري الممتلكات من الناس، بس الناس ما رضيت، رفضت. يعني بده يحاول اللي بسرعة يروح يجيب أغراضه ويرجع. ممكن محاولة قنص، يعني يتعرض لمحاولة قنص، ممكن يتعرض لبحث بالشارع أو اعتقال. عنا يعني حتى يعني الطفل ما بيتركوه فلسطين للفلسطينيين، حتى لو طال الزمن، طالت فترة الاحتلال. آخر شيء العودة إلى حقنا نحن، العودة إلى فلسطين. أنا أمال نمر كريدي من فلسطين، من صفد.